سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اولا حبيت نشكركم على تعليقاتكم وعلى الفكرون، كتلتوني بالضحك، تعليقاتكم شبع الضحك على الفكرون. وايضا حبيت نشكر كل مشتركاتي ونرحب بمشتركاتي من كل الولايات وايضا بالتوانسه. راني حرت كيف راكم تفهموا الدارجه وتفهموا الهضره مليح. المهم مرحبا بكم في قناتي. راح اليوم نوليكم للماعن، على بالي طولنا شوي في الماعن، جبت لكم جديد الماعن وجديد الصوت في محلات البراء. محل البراء في حي بلعنا بالقرب من مسجد فاطمه، مباشره مقابل طبيب العيون بقى. جبت لكم وش جاب جديد وشوي صوت، ما قدرتش نصور كلش، كان شوي الغاشي. صورت لكم جزء، والسمانه الجايه ان شاء الله كي نولي نزيد نصور لكم جزء. حبيكم فقط تديو فكره، واللي خاصها حاجه تروح تشريها بسهوله صفحه المحل البراء للاواني. خلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي حاب يعني يتواصل معاهم. اول حاجه نعتها لكم واللي عجبتني بزاف وراي في خاطري، كل مره نقول نلم ونشريهم والله ما وصلتش ليهم. ديما منين نروح نشري هذو ما وصلتش ليهم. حابه نشري هكذا برومو سيري طواوي، هما نوعيه ممتازه كيما هذو اينوكس، يستاهلو كي تحط فيهم 400 ولا ذيك هكذا سيري تحفه. ايضا كاين سيري طواوي 5 بياس 380، كاين كوكيطات عنده بزاف حوايج تاع اينوكس المليح، يعني نوعيه ممتازه وثقيل. وسامحوني صوتي يوم بحيح شوي ولا غاني مريضه كريج مي، راه مسكرين في حاله. وايضا عجبني الباتير هذا، يعني انا عندي ولكن هذا عجبني ولكن ما شريتوش، بصح عجبني بزاف. كي تخلطي ما تقعديش حكمت وجاي كيما العجينه، تخلي البيض ولا الجينواز يخدم وتروحي هكذا، ما تقعديش واقفه معاه وتعسي وتحركي بيدك 200 الف. ولكن شكروهولي بزاف، قالوا لي هايل. لاباراي تاع الرشته ثاني عنده لوريجينال، عنده شينويه كيما تحبوا. هذو البروم كاين تاع الالوان، كاين تاع اينوكس، كاين كاسرونات ماشي بروم ولا. وهذو البروم كاين ربع اطرات 8 6، واش راكم حابين؟ كاين هكذا في النوار، كاين في الاينوكس، كاين في الالوان، كاين سيري اللي يجي مع بعضهم. المهم الحوايج هذو قال لي حابه تشري رمضان اللي راهي تقضي من بك تجيبهم روعه، خاصة البروم هذو. انا البروم هذاك عندي، انا قلت لكم حابه السيري طوابي مليحه، حابه زوج هكذا كاسرونيت تاع اينوكس، وما حاجه مليحه بزاف. ولا بوبيطات ما عرفتش كيفاش تقول لهم، يعني كل واحد كيفاه يعيط لهم. كاين بزاف انواعه وموديلات بزاف، كاين هكذا سيري مع بعضهم 630، تروا بيس تحفه. ايضا عنده البورت هذو تاع الكيسين تاع الفناجل، شوف الله يبارك ثقيل بورت على حالو، يعني هذا السعر تاعو 120 ويستاهل، لانه حطب وإينوكس وثقيل بزاف، كي تهزوه تعرفوا ليه يسوى 120، تحفه يعني. فوق البورتاجي يزيد النص. وكاين ايضا البورت هذو تاع حطب تاع المغارف والفراش طول الماس، هذو يديروا 50 الف، وحطب كما راكم تشوف فيهم ثاني باهيين بزاف. واللي سقساني المره اللي فاتت على البايت الحديد قالوا رحنا وخلاص، وزاد جاب منهم للفيرينا هذو الكبار ب 55 الف، تحفه. وسيرفيسات امورات هذو راه مخير ربي. انا عجبني هذا الموديل روعه، وما شريتوش كي روحت ندمت، ولكن المره الجايه نشري، خفت يعني يعودوا يخلصوا. هذو صالاديير هكذا ما بيش اسمها، هكذا بول كبيره مع 6 صغار، تحفه هكذا 6 بياس في بعضهم 200 الف. زجاجهم مميز باهين، كاين في الدوري، كاين بلو في الدوري، كاين في الغوص. اللي يقول سلطه فروي، اللي يقول سلطه، اللي يقول بزاف افكار يعني تاع تقديم الفلو مكسرات. المهم عندهم بزاف افكار، عجبني البلو عجبني الدوري، يعني قعدت بيناتهم ما على باليش. نتوما قولوا لي في التعليقات ما خير البلو ولا الدوري، تحفه هكذا 6 بياس ب 200 الف. محل براء قلت لكم في حي بلعنا بالقرب من مسجد فاطمه، او فاصل الطبيب تاع العينين بقى. هذا ايضا بابي ولا الخلفيات هذوك تاع الطروادي اللي سقسيتوني عليهم، راهم دايرين حاله في فيسبوك. هذو اللي راهم نبدلوا بهم ديكور تاع الكوزينات ولا يغلفوا بهم فوق الفايونس. ايضا كاين اللي يديرهم في شنابر خلفيه ورا البلازما، يديروا حيطه كذا يجيو كيما الحجر، شكلهم كيما الحجر. فيهم الوان بزاف، البلاكه فيها متر على متر، السعر تاعها ب 45. هو خلصوا يعني منين جابهم طارو، بقى غير اللون هذا، واحتمال يزيد يجيب منهم والله ما نعلم، يعني سقسيهم في الصفحه تاع الفيسبوك. المهم السعر تاعهم 45، فيهم متر على متر. وهذه العفسه عجبتني بزاف بزاف، جايك شغل ريزيستونس طاوه، ومعها من فوق سكيس، هذه مليحه للناس اللي تروح للعمره، تدي معها بربوشه ولا مسبوف، وصغيره ما تحكمش البلاصه في فريزا، وثم تفوري وطيبي عادي. ومليحه ايضا للناس اللي تخدم في في الشركات، ولا يديو معاهم الغدا كيما نقولوا، يدي الغدا هنا منها بورت مونجي، وكي كي يوصل وقت الغدا يحمي فقط، هايله. كاينه هكذا اللي وحدها دير 150، وكاينه بالكسكاس دير 180، تحفه يعني حاجه مليحه بزاف وعمليه، اللي يروحوا للبحر اللي يسافروا للعمره. وهذه القطاره تاع المعين اللي لقيت الناس كل تهز فيها، انا حرص انا حطيتها يعني غاليه، كي سقسيت لقيتها رخيصه يعني عليها الناس تهز فيها ب 150، شوفوا تحفه. اللي نحطوا فيها المعين قطاره ولا واش تعيطوا لها، كاينه في الفير كاينه في النوار، عمليه مليحه تهبل وكبيره تهز بزاف، 150 سعر خيالي يعني.
هادو هما يديرو 300 290 عادة الأنواع هذه ومليحة ما تزنجرش. هذه ب150 كاينة في الفير كاينة في النوار، الناس بزاف تهز فيها، فيها زوج هكذا طابق من فوق وطابق سفلي. وهذه تاع الدوش أيضا دير 140 تحطو فوقها البرودوي تعلقوها في الدوش مليحة بزاف. وعجبني ثاني السيرفيس هذا تاع الحليب وقهوة، كل شيء حليب وقهوة وبريق، وكل فنجان بالغطا تاعو سعره مليح بزاف بزاف، حاطينهم ب500 سولك هايلين يعني شيعة وشبعة، سيرفيس على حال حلو يهبل. وأيضا السيرفيس تاع المرة اللي فيه تاع اللي فيه الألوان وفيه الريشة هذاك اللي حليب وقهوة كان ب550 راه مقلبوه ب500، هذاك ثاني كاين بالألوان تحفة، الناس بزاف تهز فيه. قلتكم التصوير ما قدرتش نصور كان شوي الغاشي. وتاع 600 ثاني مازالو هذوك سيرفيس البويض ثاني كل شيء مع بعضهم ب600 مازالو حاطينهم. وهذا السيرفيس الحليب اللي كانوا اكل هكذا مع بعضهم كومبلي هكذا ب650 قلبوه ب600، هذا الطواجن تاع 20000، وهذا النوار ب25، والشفافين ايضا مازال عليهم العرض زوج ب25000. سكريات حوايج رقيقه هذوك الامار ثاني بزاف منهم. هذو الفناجل تاع التاي كاين اللي جايين ستيل كرافة موديل جديد يهبلوا في الغوز في الدوري، هذو ب160 بيهم بالسطاس تاعهم، كاين ب80 كاين ب70 كاين تاع النحاس، كاين هذو اللي معاهم طواجن، كاين حليب وقهوة هذو ديال 430، وكاين هكذا اللي معاهم البريق وكلش موديل جديد هذو تحفة ب500000. كاين بزاف تاع التاي انواع اشكال يعني كل وحدة مقدورة من 40000 وطلع، كاين ب70 كاين هذو تاع ايضا سيرفيس هذا تاع جيولا تاع الكازوز كرافة وست كيسين، كاين في الدوري وكاين في لارجونتي، لارجونتي تاعو رايحة للبرونز في لارجونتي تهبل. انا عندي يعني الكرافة وحدها نستنى كي يجيبو الكيسان وحدهم ونشري كيسان وحدهم، سما الكرافة شريتها من قبل وحدها. شوفوا مع بعضهم هذو راهم دايرلهم صولد كرافة وكيسان كلشي ب 430، بصح نوعية ممتازة سواء تاع الكرافة سواء تاع الكيسان يعني مبين. هذا الطابي ولا الكتان هذيك اللي نقطرو عليها الماعن كي نغسلوهم مخطوبة بمايكرو فايبر، هذاك هذي ب 20000 تقطر عليهم ماما في دارنا هايلين، تفرشوها وقطروا عليها الماعن تشرب على الكيف. وهذو الطواوي الله يبارك ثاني تحفه اللي كانوا 195 قلبوهم 160 اكل، هذو طاوة بريمير شوا كما كتشوف فيها ثقيله بالغطا تاعها حتى المبريزونطابل تليق نقدموا فيها طول تبل. انواع بزاف ثاني الناس بزاف تهز فيهم، هذو قلبوهم 160 يستاهلوا اكثر يعني هايلين. هذا الريدو هذوك تاع الكوزينه، كاين تاع الكوزينه كاين تاع شنابر تاع الحجر وكاين تاع الكوزينه، هذو سعرهم في العادي كانوا 120 تاع الحجر ولا، المهم اكل ندير لهم صولد ب50000 ثاني بزاف ناس يهزوا فيهم بالالوان يعني لا لحقتو، لقيت بزاف بزاف ناس تهز فيهم اكل على بعضهم ب50 سواء تاع الحجر سواء تاع الكوزينه تاع الريش سواء حتى تاع الفورير اللي جايين كانيش ايضا قلبهم ب50000 ثاني الناس تهز فيهم بزاف بزاف. شوفوا لكم ها تاع الكانيش تحفة، هذو سعرهم يعني مستحيل يكون 50000 مديرينهم صولد أكل ب50000. وهذا البورتقاطو تاع نحاس تحفة، نحاس نحاس يعني الحر، هذو مديرينهم عرض ب300000 راهم صولد ب300000، هذو في العادي يديرو 550 لأنه نحاس كيما نقولو الحر. أنا شيت واحد المرة اللي فاتت كي كانوا مديرينو ب350، المرة هذي راهم زادو قلبهم ب300000 تحفة، كاين شكل القلب هكذا ثلاثة وكاين شكل الريشة. هذو اللي خرجوا صنا مدين حالة البريق هكذا تاع حليب وربع كيسان تاع بول تاع حليب كبار وبلاطو تاع زجاج، هذوك خرجوا خرجوا ب500 و600 هما مدينهم بصوت 300000، كاين في الغوز وكاين في الابيض هايلين يعني تحفة شيعة وشبعة وديكور. وهذه حاملة التوابل شني نوعية ممتازة، هذه تهز 12 وحدة بصح شني نوعية مليحة بزاف، هذا السعر تاعها 220 210، كاينه في نوار وكاين انواع بزاف بزاف بزاف، ولكن هذا هو احسن نوع عجبني حبيت نصور لكم اللي يحب حاجه مليحه يعني وباين كي توصلوا ليه باك تعرفوا بلي حاجه مميزه، السعر تاعو 210. وهذو كيما تاوعي لي سقسيتوني عليهم زوج كبار طباسه هكذا تاع فاكهه تاع خبز تاع عندهم بزاف افكار الله يبارك تحفه ثقيل وصوليد وحاجه مليحه، قلبوهم زوج ب90000 سقسيتوني قلتوا لي رحنا لقينا مخلصه وراه زاد جابنا كميه كبيره، نتمنى اكل تلحقوا تشريو. هذو ايضا تاع التيارة وزاد جيب منهم هذو 46000 تحفة، كاين الوان الكل دوري ارجنتي غوز بلو وما يبانوش تاع 40، فكم تشوف فيهم يبانو كيما تاع الاتراك هذوك باهيين صولد ب 40000 ستة. كاين هذو الفناجل تاع الحليب بيهم بالسطاس تاعهم ستة فناجل ستة سطاس، هذو كانوا ب 100000 زادو في التخفيض زادو هبطو فيهم قلبهم ب 70000 فقط يعني يستاهلوا تحفة الله يبارك. وهنا درت لكم دورة خفيفة لأنه كان غاشي، شوفوا لي بورت تاع لي زيبيس جابوا أشكال أنواع. هذا كاين الموديل هذا يدير 260، شوفوا الله يبارك تحفه فيه الابيض النمار الغوز والفير. وهذو كيما تاعي لي سقسيتوني عليهم بزاف، شوفوا الجلد تاع لافورير الكبير خلص راه وصل ب 200000، راه في الحوانت يدير 250، شوفوا واش مليح نوعيه ممتازه
الريش تاعو ما يطيرش. وكاين الصغار المدورين كيما ايضا تاعي سقسوني عليهم في التعليقات، ثلاثه يديروا 125 هذو، ولكن نوعيتهم ممتازه، ماهمش هذوك اللي حاطينهم ب30 وخاطين، هذو من نوعيه اخرى. هذو ثلاثه مع بعضهم سيري ب125 الف. كاين البيج، كاين الابيض، كاين الروج، كاين بهم الوان بزاف. وكاين اللي جايين شكل قلب 3 بيس، من الكبير للصغير، قلب كبير هاهم وقلب متوسط وقلب صغير. تاع القلب السعر تاعهم يديروا السيري ب145، وهذا المدورين فيهم ثلاثه ب125. تشوفوا النوعيه ممتازه، سما الريش ما يطيرش، ما يصالهم والو، يقعدوا كيما راه. وهذا تاع القلب ثلاثه ب145. بالنسبة للحوايج الرقيق المغارف والأمارات هذو تاعو، طبعا عنده أشكال أنواع، ما نقدش نصور لكم كلش، قلت لكم شوي الغاشي، جبت لكم جولة خفيفة برك باش تعرفوا جديد. والسمانة الجاية أيضا كي يزيدوا يحطوا الصولد نزيد نصور لكم، ونتمنى يعني تشتركوا في القناة وتدعموني وتخليوا لي آراءكم. وقلت لكم بإذن الله راني نقرا طلباتكم وتعليقاتكم، راح نوفر لكم كل شيء. كاين صولد أيضا في قش الأولاد غدا بإذن الله، نحطوا لكم أقمشة قسنطينة ثاني، ندير الصولد يبدا بالسبت، راح نزيد نحط لكم الأسعار خاصة العرائس، البلوزة الوهراني والأمارات هذيك. وهذا ما كانت السلعة هذه راهي متوفرة، يعني اللي حابة تشري في الأسعار هذي تروح تنطلق غدوة قبل ما يخلصوا، لأنه عنده الغاشي الله يبارك، ولكن أيضا جاب كونتيتي كبيرة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وخليوا لي تعليقاتكم. سلام.